هني في بلد جات الكرم. صبحك وربحك بالخيرات. يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين. في فرق جيل زمان صح؟ يعني هاي بلا شك يا وفاء، يعني لكل زمان دولة ورجال. اي والله مزبوط، خلص انت هيك خلصت الموضوع انهيته. نعم. طيب اجمالا الله يسعد صباحكم، يعطيكم الف الله عافيه. عندنا اكثر من قضيه، ومبارح يعني قمنا بارفاق هذه القضايا، ابرزها مواطنتنا العزيزه رجعت كمان مره حكت عن النفايات اللي موجوده في شويكي وسط البلد بالقرب من دكان ابو حجر. فشو صار بهذه النفايات المتراكمه في تلك المنطقه؟ وأول أمس كان هناك مشكلة في سيارات مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة التي تقوم بجمع النفايات طبعا في الضواحي. كان هناك تعطل سيارات الجمع عندهم، وبالتالي تأخرت عن الجمع وتراكمت النفايات. الآن البارح منذ البارحة تداركوا الأمر وبدأوا بجمع النفايات المتراكمة. يعني هذا موضوع المواطن، هذا اليوم أو غدا على أبعد تقدير سيتم إزالة هذه النفايات، وإن احتاج الأمر سنقوم بتجريفها إن شاء الله. طب أيضا مهند، يعني الوضع لا يحتمل ولا يطاق أكيد. واستياء بشكل كبير جدا فيما يتعلق بصراحة موضوع الاحتلالات والاعتداءات للأرصفة والشوارع. يعني اليوم مهند بتمشي من شارع الهلال للأسف الشديد، وأنا هون رح أحكي أي منطقة بالاسم رح نحكيها، مش رح نحكي أسماء محل كاسم لكن منطقة. يعني هذه المنطقة اللي هي مقابل البريد، الدرج هذا اللي بوصل على كزية المحروقات عشان نعرف ننزل عن رصيف بالليل، مش بالليل متأخر، من بعد المغرب أو العصر يعني فترة البراد، واطلع للأسف الشديد لساعات متأخرة الكراسي مصفوفة صف على أساس بتنقلب هذه المنطقة لقهوة، الأراجيل والشباب بيكونوا قاعدين للأسف بطريقة مش يعني لا حضارية ولا حتى بطريقة إنسانية. بالإضافة منطقة أخرى نذكر بالاعتداءات بشارع باريس، بدناش نبعد عن المنطقة، روح على كمان بالقرب من أنت رايح على فرعون، منطقة فرعون حارة السلام في تلك، أو شارع عفوا دوار السلام في هذه المنطقة، في مناطق متعددة المخالفات عمالها بتزيد. اليوم عمالهم وكأنه بفتح محل أمام المحل، يعني مش شبعانين من المحل نفسه، كمان بطلع محل جديد على هذا الشارع أو على هذا الرصيف. لأمتى هاي المخالفات وليش عماله في تمادي في هذا الموضوع؟ يعني أنا بتفق معك في كل ما ذكرت، المخالفات عددها كبير جدا في المدينة، التعديات، البسطات، التجاوزات على الأرصفة من أصحاب المحلات، البسطات، يعني مخالفات بالجملة. الإجراءات كانت يعني ليس كما يجب بالفعل، كان هناك يعني إخطار للبعض، إزالة للبعض، مصادر للبعض. الآن البارحة كان هناك يعني اجتماع مصغر لرئيس البلدية، وصدرت تعليمات من سعادة رئيس البلدية بتشديد كافة الإجراءات المتعلقة بالبسطات والتجاوزات والتعديات. شو التشديد؟ إيش هي الإجراءات؟ الإجراءات يعني أول شيء تشمل الإخطار، إخطار بالإزالة، الإخطار التنفيذي طبعا. الإجراء الثاني سوف يشمل المصادرة، يعني مصادرة البضائع اللي بدوش يلتزم أمام محله صاحب بسطة، اليوم بتم إخطاره في البداية، بعد ما يستلم إخطاره حتى إن رفض استلامه يسجل أنه تم تبليغه ورفض الاستلام، تتم مصادرة بضاعته، وإن تجاوز القانون والنظام بعد المصادرة سوف يتم تحويله إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. هذه الإجراءات باختصار. الآن ابتداء من اليوم طواقم قسم الأسواق ستقوم بتكثيف الإجراءات ومتابعة الأسواق. هل باشرتم فعليا بهدم من اليوم؟ يعني أنا بحكي معك، لا يعني يمكن أي طواقم الأسواق بجهز بأنفسهم للخروج للسوق. يعني هذا مهند عشان نعم عشان نكون صريحين، مسبقا
بصراحة تم الخروج والحديث أنه سيتم اتخاذ إجراءات وسيتم القيام بالمخالفات. أعتقد أن جانب الثقة تزعزع نوعا ما قليلا ما بين المواطن وبين تنفيذ ما يتم الحديث عنه. يوم أمس ذكرت لي، لكن هنا يعني تعريج بسيط، يوم أمس ذكرت لي أنه البلدية فعليا باشرت بهدم إحدى هذه الاعتداءات أو إزالتها. صحيح، صحيح هذا الكلام؟ أكيد 100%. طبعا هناك مواطن تم تبليغه وقام بالبناء بالارتداد، يعني وذلك غير مسموح به وغير قانوني. تم اخطار المواطن، تسليمه اخطار تنفيذي. المواطن طبعا قبل أن يقوم بصد الباطون طبعا في هذا البناء المخالف الموجود في الارتداد، المواطن يعني لم يلتزم بالاخطار وقام بصد طبعا يعني الاعتداء كافة. تم التفاوض معه، المواطن رفض التجاوب، تم تحويل كتابه للشرطة، والمواطن طبعا أصبح مطارد لجهاز الشرطة وتوجه وتحدث للبلدية أكثر من مرة، لكن بالنهاية يعني لعدم التزامه البلدية اتخذت قرار بإزالة التعدي وقامت بهدم البناء المخالف الموجود في الارتداد، وهو عبارة عن يعني بيت درج وأعمدة قامت البلدية هدمه، وستستكمل كافة الإجراءات القانونية بحق هذا المواطن. أنا قلت كان هناك تراخي، لكن المواطن لا يعلم الظروف التي تمر فيها البلدية والبلد. أنا قلت في السابق أنه كان هناك ظروف استثنائية، الوضع السياسي الأمني الاقتصادي، يعني هذا بيؤثر بشكل كبير على عمل البلدية. البلدية يعني أنا قلت في السابق أيضا انه انا برفض مصطلح حملات تحديدا فيما يتعلق بالتعديات والاسواق. هذا عمل يجب ان يستمر ويكون دائم، لكن يعني لا شك ان هناك بعض يعني المعيقات المؤثرات على هذا العمل. الان ان يعني ان نستمر ان نعود الى عملنا، هذا المهم بالنسبه لنا، الاستمرار. انا يعني بدي اقول لكل مواطن، يعني خلفت اليوم خلفت بكرة، يعني غابت عنك البلدية شهر شهرين، بالتالي يعني لا يصح إلا الصحيح. نعم، والنظام والقانون يجب أن يطبق وإن تأخر. طب هذا المهم. مهند لوحظ أيضا الأكشاك، إحنا مش ضد الرزق، بالعكس الرزق على الله دائما أبدا، لكن إحنا مع أن يكون هنالك القانون أيضا. يعني المحال التجارية وحكينا فيها مسبقا اللي بتفرض بضاعة أمام محلها، مش بس على الرصيف كمان على الشارع، هذا شيء معين. وبالإضافة إلى هلا في حاليا عمالهم بيبعتونا في رسائل كمان، صباح الخير وفاء وصباح الخير مهند. وسط البلد سوق الخضار، كنت ماشي في السيارة صناديق الخضار في وسط الشارع. 100%. ست وفاء، رحت ما أصدم مواطن في الشارع للأسف بسبب أنها محطوطة في نص الشارع. كمان هذه الأكشاك اللي اليوم صرنا نلاحظ، يعني وسط السوق تحديدا. يعني هناك تجاوزات، يعني بعيد، يعني ليست الأكشاك فقط، يعني هو تجاوزات، يعني لا ما هو هل متابع نصبة خضار بضع، عفوا على التعبير، يعني صندوق او مشتاح كما يسمى، او بالي للخضار يضعها بنصف الشارع. وللاسف يعني انا لاحظت هذا السلوك، الباعه يعني بيقوموا بتحدي بعضهم مين اللي بده يبرز بضاعته للشارع اكثر، وبالتالي المتضرر هو المواطن. الباعه يعني احد الباعه انا شاهدته بعيني يقوم بتقديم بضاعته، جاره يقوم باللحاق به وصل لنصف الشارع ويقوم بالتعدي. هذا الحديث انا متفق معه، لكن هل يعطى اي تراخيص للناس؟ انا هذا يعني باكد عليه، هو اذى اكيد للجميع، لاهلي لاهلك للجميع. يعني انت لما تاثر على الماره وعلى السيارات وعلى حركه السير في البلد، هذا اذى. انا يعني بطلب ايقافه من الجميع، لكن البلديه انا قلت اليوم الرئيس امر بتشديد الاجراءات، وستقوم البلدية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية. نعم. ماذا عن تعاون الجهات الشريكة؟ يعني نحن بالتأكيد نعلم أن لابد من توفير حماية أيضا لأفراد وطواقم البلدية من قبل الشرطة الفلسطينية. هل هنالك تعاون حقيقي بينكم؟ تعاون يعني منقطع النظير. أنا بصراحة بدي أشكر جهاز الشرطة على تعاونه يعني في كل القضايا. البلدية ليست يعني تعمل في يعني جانب واحد،
عدة جوانب، يعني هناك تتعلق بالسرقات، حتى يعني على سبيل المثال سرقات الكهرباء والمياه، هذه قضايا تمر على البلدية بشكل يومي، والشرطة طبعا بدورها تقوم بجلب كل هؤلاء المخالفين ويعني إحضارهم وإلزامهم يعني ترتيب أمورهم في البلدية، ويعني مشكورة الشرطة على هذا الدور الكبير، ولولا الشرطة يعني لا يمكن لنا أن نعمل في الميدان. إذن نعم، بالتالي دورنا متكامل أكيد وأساسي، ونحن شركاء طبعا، وأنا يعني اليوم أيضا يعني الشرطة ستكون موجودة وحاضرة في الميدان معنا، ويعني أنا أيضا هنالك اقتراحات مهندة على التحفظ على البضائع التي يتم نشرها واحتلال الأرصفة من خلالها، وأيضا هنا مع احترامي لضيفكم الكريم، لكن هذا القانون يطبق على الشخص غير المدعوم والعكس صحيح. تعالوا شوفوا شارع الحدادين، التعديات الموجودة بشكل غير مسبوق، بعض أصحاب المحل أغلق الرصيف بأكمله يرجى النشر، بالإضافة إلى منطقة شارع فرعون حتى الطلاب ما بيقدروش بيمشوا بسبب التجاوزات، فإلى متى هذه التجاوزات؟ ويسعد صباحكم سيد مهند. أنا بقترح أن يتم مصادرة البضائع يلي على الأرصفة ومحاكمة صاحب المحل قانوني، بعتقد أنه راح يكون هيك أفضل وفي نتيجة. أيضا صباحات ومشاركات أخرى مختلفة، وهنا صباح الخير، الموضوع لا يقتصر على توسيع المحلات، أنتم خلفكم وعلى مرمى كاميرات أيضا الفجر محل جديد كامل على الرصيف وتم تزويده باشتراك كهرباء. أنا هون سألتك قبل شوي سؤال إنه حتى الأكشاك اللي بتيجي على الأرصفة هذه أخذت أذونات منكم تصريح؟ أبداً. طب أبداً كيف كيف موجودة على الأرصفة؟ أبداً بشكل غير قانوني يعني، ومعظم هذه الأكشاك تم إخطارها يعني ممكن أذكر لك أنا بالاسم أين يعني هذه الأكشاك موجودة وتاريخ إخطار هذه الأكشاك، لكن هناك طبعا لجنة للأسواق، لجنة الحرف والصناعات أيضا في المجلس البلدي يعني أعطت رخص لبعض الأكشاك الموجودة في مناطق تابعة للبلدية، يعني في فضلات تابعة للبلدية ليس في الأرصفة والشوارع، تم ترخيص أكشاك بشكل قانوني ويتم يعني جبي ضمان من صاحب هذا الكشك بشكل سنوي، وبالتالي تم تزويده بالكهرباء، لكن عدا ذلك أبدا لم يتم تزويد أي أحد بأي اشتراك مخالف وغير قانوني، وأنا أتحمل المسؤولية عن هذا الحديث. يمكن يعني أن يشاهد هو المواطن أنه يعني هو يعني يوجد سلك كهرباء يصل لهذا الكشك، لكن أنا بأكد له أنه مش من البلدية أبدا، الأكشاك القانونية فقط على غرار الأكشاك الموجودة بجانب بئر رقم واحد اللي هو في شارع القهاوي، آخر شارع القهاوي، هناك أكشاك قانونية هذه فضلة للبلدية تم استغلالها ووضع أكشاك فيها لمساعدة المواطنين طبعا، ويعني الباحثين عن فرص عمل، وأكشاك قانونية 100% وتم جبي ضمان منهم وتم تزويدهم بالكهرباء. نعم. طبعا بشكل قانوني. نعم ذلك نعم. كلهم غير قانونيين ونحن وتم إخطارهم وستتم إزالتهم إن شاء الله، ونحن نتمنى أن نتابع في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ونلمس طبعا هذه الإجراءات القانونية و تطبيقها قبل أن نصبح في خضم فصل الشتاء. شكرا جزيلا الشكر لمهند مطر رئيس قسم الإعلام والعلاقات عامة، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباح في هذه اللحظات مع حضراتكم، وبالتأكيد وجه تحدي الصباح حد لكل المتابعين وإيانا.